ومنع انا اريدك ان الغذاء تبقى معي ايمن، ومنع ساعود اليك مره اخرى ولو الزملاء يعني يعرضوا الصور اللي كانت موجوده على الشاشه، لانه معاناه فريق الدفاع المدني الفلسطيني الحقيقه هي معاناه كبيره، امكانات بدائيه، امكانات محدوده، وعدد كبير من العالقين تحت الانقاض، معاناه يجب ان نتوقف عندها. وارحب هنا بضيفي عبر الهاتف من قطاع غزة الرائد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني. سيادة الرائد، يعني قلوبنا معكم والله في المشاهد التي نتابعها، تقومون بمجهود كبير، ومع ذلك الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام قصف المقر الرئيسي للدفاع المدني الفلسطيني داخل القطاع. لو تحكي لنا عن الصعوبات التي تواجهونها في انتشال العالقين والمصابين تحت الأنقاض. نعم، يعني أصعب الله مساءك ومساء ضيفك الكريم. حقيقة واقع الدفاع المدني هو واقع صعب جدا، وإحنا طبعا في الدفاع المدني قبل هذه الحرب وتقريبا من 2008، وإحنا نقول إنه الدفاع المدني في غزة بحاجة إلى يعني دعم، بحاجة إلى رفض، بحاجة إلى تغيير إمكانيات، بحاجة إلى تطوير. لكن حقيقة هناك رفض إسرائيلي بشكل كامل إلى تعزيز قوة الدفاع المدني في قطاع غزة، وهذا طبعا شاهدناه في أكثر من حرب شنت على غزة، وبعد الحرب حتى كان هناك تدخلات كبيرة من المؤسسات الدولية، لكن للأسف هناك فيتو إسرائيلي لمنع تطور جهاز الدفاع المدني في غزة. واليوم طبعا في ظل الحرب الكبيرة والحرب التي يعني حقيقة لم نشاهد مثلها من قبل، يعني بدأت تظهر فعليا وعلى أرض الواقع حجم المعاناة التي يعانيها جهاز الدفاع المدني. اليوم لما نتحدث عن عمليات استهداف بشكل مستمر بشكل متتالي، بنايات بشكل كبير جدا حتى على رؤوس المواطنين، في الدقيقة الواحدة يكون هناك استهداف أكثر من 20 منزل، وفي أذكر في بعض الليالي كان هناك استهداف أكثر من 50 منزل في دقيقة واحدة على مستوى القطاع. طبعا اليوم في ظل هذا التحدي وظل هذا الواقع يتطلب أن يكون هناك لدى الدفاع المدني إمكانيات، معدات ترتقي لحجم الدمار، لكن للأسف الشديد في ظل عدم وجود هذه الإمكانيات وهذه المعدات، في ظل الحرب الشنيعة حقيقة التي فرضت على غزة، يتوقف جهاز الدفاع المدني، ونتوقف عند حقيقة عند يعني بعض الجزئيات وبعض الأمور، إنه إحنا ممكن في بعض الحالات الآن يعني نسير وفق استراتيجية الحي أبقى من الميت، وبالتالي يعني نقوم في المهمة التي نشعر أن من بالمنزل هم أحياء نقوم بالعمل، لكن هناك الكثير من الأماكن التي تم استهدافها حتى هذه اللحظة يوجد بداخلها ضحايا. ونحن في الدفاع المدني من خلال تقديرنا المبدئي هناك ما يزيد عن 1000 ضحية أو 1000 شهيد متواجد تحت الأنقاض، ما بين شهيد وما بين جريح، ولا نعلم حقيقة هل هم يعني جرحى أم شهداء، لكن من خلال تجربتنا في الميدان في يعني أخرجنا أناس بعد 3 أيام وهم ما زالوا على قيد الحياة، وشخصيا كنا متواجدين في أكثر من حالة خرجت بعد أيام وهي حية. ولذلك هذا الأمر يحتاج حقيقة إلى الوقوف. واليوم الدفاع المدني في ظل التهديد الخطير والكبير في موضوع عدم فتح المعابر وقضية عدم إدخال المعدات والإمكانيات وعدم إدخال الوقود بشكل رئيس، إحنا اليوم أمام تهديد خطير. يعني لو في حال انتهى المخزون الموجود في قطاع غزة من الوقود ستتوقف خدمات الدفاع المدني، وهذا الأمر حقيقة سيحدث كارثة في قطاع غزة. اليوم العنصر الأول في من مقدمي الاستجابة الأولى هو جهاز الدفاع المدني، لكن في حال توقف يعني بمعنى الحديث أنه سنجد الجرحى والشهداء والمصابين متواجدين في الشوارع ولن نجد من يقوم بانتشالهم أو أخذهم إلى المشافي. طبعا إذا تطور هذا الأمر وأصبحت الأزمة أو قضية الوقود بشكل عام على قطاع الصحة وعلى قطاع الدفاع المدني وعلى كل القطاعات التي تقدم خدمات، نحن أمام تهديد خطير وخطير جدا بتوقف الخدمة الإسعافية بشكل كامل في حال لم يدخل الوقود إلى القطاع. طيب. ولذلك كل هذه المهددات التي يعني تهدد الدفاع المدني وتهدد القطاع الصحي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، إنه في لحظة من اللحظات ستتوقف الخدمة. ولذلك معنى الأمر تتوقف الخدمة مزيدا من الشهداء، مزيدا من القتل، مزيدا من حقيقة من الإجرام الذي تنتهجه إسرائيل. طيب بالحديث عن الإجرام، بالأمس أعتقد أنكم قضيتم ليلة عصيبة
في محاولة انتشال بعض الجثث أو المصابين بعد مذبحة المستشفى المعمداني. لو تصف لنا ليلة أمس كيف كانت بعد هذه المذبحة؟ وحقيقة نحن تواجدنا من اللحظة الأولى، وشخصيا كنت متواجد في المكان منذ الاستهداف واللحظة الأولى لعملية الاستهداف. ما شاهدناه في مسرح الحدث هو عبارة عن مذبحة بكل ما تعني الكلمة، عبارة عن جثث متواجدة في كل الساحة التي تم استهدافها، مئات من الضحايا متواجدين في المكان. المشاهد التي رأيناها لم نشاهدها في التاريخ، يعني حتى على مستوى الشخصي لم أرى في التاريخ مشاهد مثل ما رأيت أمس في مجزرة المعمداني. الأطفال مقطع رؤوسها، النساء مقطع رؤوسها، كدنا نعجز كدفاع مدني وكطواقم إسعافية أن نجمع جثة كاملة، يعني بمعنى أن يكون رأس وأقدام وأكتاف، وكنا نعجز حقيقة. يعني الجثة الواحدة ننظر أن هذا الشخص هو شخص، لكن بالفعل هو مش شخص، هو أكثر من شخص، اختلطت أجسادهم في بعضها البعض. وبالتالي كانت المشاهد في هذه المذبحة هي مشاهد يعني حقيقة عنيفة جدا، ومشاهد أعتقد حتى في لو كان هناك في التمثيل، تمثيل أفلام الرعب والإجرام، لن يخرجوا مثل هذه المشاهد، لأنه كان حجم المجزرة عنيف وكبير جدا. ولذلك يعني تعاملت الطواقم مع الأحداث، لكن ليس لدينا القدرة الكافية للتعامل بالشكل المطلوب حتى على مستوى الإسعاف. كان الحجم كبير جدا، أكثر من وأكبر من طاقة الدفاع المدني، حتى كان هناك يعني الجميع كان متواجد من مقدمي الخدمة، كان الهلال وكانت الخدمات الطبية والجميع، وكان هناك عجز في ظل عدد الكبير من الضحايا والإصابات اللي كان موجود في المكان. مشاهد حقيقة يعني كانت إبادة جماعية، مجازر ضد الإنسانية، مجازر قتل جماعي، وحتى على مستوى القتل يعني تشعر أن هناك الاحتلال كان معني بألا يكون أحد في ميدان في مسرح الجريمة حي. وبالتالي كانت المستشفى مقسمة إلى قسمين، قسم الموجود فيه النازحين في هذه المنطقة الذين خرجوا من منازلهم حتى يحتموا بهذه المستشفى اللي تعتبر هي مكان آمن، وإحنا طبعا في قطاع غزة نعلم أن المستشفيات طول عمرها أماكن آمنة، لكن ما شاهدنا أنه كل من كان في الساحة التي وجد فيها النازحين بشكل كامل قد قتلوا. يعني أنا ما شاهدت أي شخص خرج من المنطقة الساحة أي اللي هي منطقة اللي كان متواجد فيها النازحين حي. الإصابات كانت في المناطق الخلفية خلف المستشفى، في المناطق اللي كانوا في داخل المباني، في الداخل كان هناك إصابات، لكن من كان في الساحة كله أعدم وكله قتل بدم بارد. هذا المشهد طبعا يعطي حقيقة توقعات لدينا أن الاحتلال الإسرائيلي من الممكن أن يعيد الكرة في أي مكان. وإحنا قبل تقريبا 3 أيام الدفاع المدني يعني اللي يعتبر لديه حصانة دولية وفق القانون الدولي الإنساني، ولديه يعني حماية بعدم التعرض له في القتل أو المساس فيه والتدخل يعني في أي منطقة فيها نزاع فيها قتل ويتدخل. بس بالآن قبل 3 أيام تم استهداف طواقمنا بشكل مباشر وقتل 6 من عناصر الدفاع المدني بشكل مباشر أثناء تواجدهم في المركز، مركز دفاع مدني، مع العلم أن هذا المركز هو مركز مرمز محصن معلوم لدى الاحتلال الإسرائيلي. يعني يوجد إشارة ويوجد تنسيق بيننا وبين الصليب الأحمر أن هذا المكان هو مكان دفاع مدني، والصليب الأحمر أخذ الإحداثيات وسلمها للاحتلال الإسرائيلي أنه هذا المكان مكان دفاع مدني. حتى على مستوى إحنا الطواقم مرمزين لدى الاحتلال الإسرائيلي، لدينا السطرة البرتقالية التي يعني رآها الاحتلال الإسرائيلي ووافق على أن تكون هذه السطرة هي سطرة الدفاع مدني، لكن للأسف الشديد الصليب الأحمر، ولكن للأسف الشديد أيضا قتلنا. ولذلك هناك مؤشرات تعطيك أنه لا حصانة لأحد في غزة اليوم، الجميع تحت مرمى الاحتلال الإسرائيلي، الجميع تحت سياسة القتل، الجميع تحت الموت. ولذلك لا يوجد في قطاع غزة مكان آمن، كل المناطق في قطاع غزة مستباحة. ولذلك نجد الاحتلال يقصف المدارس، المساجد، المؤسسات، الدفاع المدني، الصحة، بدون أن يكون هناك رادع من أي أحد. ويتبجح الاحتلال ويقول أردنا للنازحين في منطقة المستشفى الأهلي الموت الرحيم.
نتيجة قلة الخدمة الموجودة في مشافي الشفاء أو في المستشفيات في قطاع غزة. هذا الإجرام أنا من وجهة نظري إنه هذا الإجرام ما جاء إلا لأن هناك صمت عربي، صمت دولي، صمت إسلامي عن كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المواطنين العزل في قطاع غزة. أشكرك شكرا جزيلا الرائد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، كنت ضيفي عبر الهاتف. شهادة هامة بتحكي لك تفاصيل المذبحة وتفاصيل المعاناة اللي بيعاني منها أهلنا في قطاع غزة.